بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حاجه منتشره دلوقتي على كل مواقع التواصل الاجتماعي وهو قصه امام عاشور. ايه اللي بيحصل خلال الساعات اللي فاتت؟ موضوع غريب جدا وعندي رساله مهمه عايز اتكلم فيها. امام عاشور نزل صوره ليه وهو بتيشيرت النادي الاهلي وهو صغير، لابس تيشيرت النادي الاهلي وبيتكرم في مسابقة كده وبيرفع كاس. المهم يعني ان هو صغير عنده 7 8 سنين ولابس تيشيرت النادي الاهلي وبيوجه فيها رسالة، يعني ان هو من صغره بقى اهلاوي وليس زملكاوي. طبعا الصورة ديت قلبت الدنيا. ازاي يا عم الحاج، انت كنت بتضحك علينا ولا ايه؟ ده الناس كلها بتتكلم على انتمائك لنادي الزمالك وحبك للزمالك وبتاع. الحقيقة انا مش هعلق على الصورة ديت دلوقتي لان هسرد لكم الاحداث الاول وبعد كده نقول بقى اللي احنا عايزين نقوله. يعني بعدها بشويه كمان نزل امام عاشور صوره لاخو زوجته، اخو زوجة امام عاشور، وهو كابتن في فريق 2005 في نادي الزمالك. كابتن فريق 2005 في ايه؟ في نادي الزمالك. الله ينور عليك. وكتب على الصوره لودينج وعلامه النصر اللي هو قريبا يعني هينتقل حتى كابتن فريق 2005 لنادي الاهلي. ده امام اللي نزلها. تنتهي الاحداث على كده؟ ما ينفعش تنتهي الاحداث على كده. ثم بعد كده بيحصل من مصور نادي الزمالك اسامه دياب وامام مشده خال بوست اسامه منزله بيقول فيه ان هو ندمان يعني نوقف جنبه في يوم من الايام، فامام منزل عريضه طويله بيرد فيها على اسامه دياب. طب ايه اللي بيحصل؟ بصوا يا جماعه، الحدث ده تحديدا يلخص لك الوضع اللي في جماهير او المشاعر اللي عند جماهير نادي الزمالك او الحاجات اللي احنا بنختلف فيها. مش هقول الكل، القصه دي تختصر لك الحدث او تختصر الحدث يعني. ما بين ناس بتاخد القاب وبين ناس عايشه على الاطلال، ولو بس امام كان نزل صورته بتشيرت الزمالك وهو صغير ده كان هيريحنا. مش مهم ان هو بيلعب عندنا ولا لا، ولكن يا سلام لو كان بس امام نزل صورته بتشيرت نادي الزمالك كانت هتفرق كتير. كان الحاجه ديت ممكن تريحنا يعني. ليه بقى تريح؟ لان البعض يهمه تعليقات جمهور النادي الاهلي، مش عايزين جمهور النادي الاهلي يعلق على الحدث او يضايقنا يعني بكلامه. مش مهم بقى نادي الزمالك بيكسب او بيخسر او اللاعب انتقل اصلا ومشي او ان النادي الاهلي خد افريقيا للمره ال 12 بدورها 13، مش هو ده الحدث. لكن انا عايز جزئات او اجزاء كوميديه كده علق عليها، زي صورته وهو صغير، زي مثلا صوره طلعت بتنتشر شكلها وهميه وهو بيتفرج على ماتشات نادي الزمالك علشان اجي اقول لجمهور النادي الاهلي شفت ياض انت وهو امام زملكاوي وعاشق لنادي الزمالك. ففي يعني في شعبطه على اكتاف امام عاشور من مفيش، لانه خلاص الراجل بيلعب في النادي الاهلي وتقريبا هو الشعبطه دي زهق منها. الشعبطه دي هو زهق منها. اللاعب مشي عشان في اخطاء اداريه وملف مش عايزين نقعد كل يوم نتكلم فيه لما احنا اصلا زهقنا. يعني احنا زهقنا ان احنا كل يوم نقعد نقول نفس الكلام. شوفوا سبب رحيل امام عاشور، ما تلوموش اللاعب، لوموا اللي مشاه. واللاعب بيعمل انجازات واخد القاب كتير وخد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي بعد كام شهر من انتقاله للنادي الاهلي. طب هل بقى حته بقى اصل هو من صغره زملكاوي ولا من صغره اهلاوي دي هتفرق في حاجه تدينا لقب؟ المشاعر المختلطه عند الجماهير من بطولات هي ممكن يكون شايفينها بطولات ملهاش اي داعي وملهاش اي حاجه، هي ديت اللي بترجعنا لورا وملهاش اي لازمه. حب من طرف واحد، علاقة حب من طرف واحد، يا جدع أنا بحبك يا عم وأنا مش عايزك، يا عم أنا خلاص والله ارتبطت. وإمام عاشور بالفعل دلوقتي أصبح مرتبط، الراجل مش مرتبط ده أصبح متجوز كمان. فكأن واحد اتجوز ولسه حبيبته لحد اللحظة دي بتبعت له جوابات، يا ست سيبيني في حالي. يا ست أنا والله العظيم اتجوزت وبقى عندي عيلة وبقى عندي ناس تانية، خلاص كانت ذكريات جميلة وكانت أيام حلوة، بس كل واحد يروح لحاله، لا إحنا جواباتنا أهي. فيبتدي يطلع صور وبقى وهو صغير مع البنت اللي اتجوزها دي. فقصة حب من طرف واحد ملهاش اي لازمة. طب ايه الداعي ليها؟ بحرج نفسي ومتشعبط في مشاعر لاعب اصبح لا يبادلني هذا الشعور لانه بالفعل ارتبط اتجوز خلاص. فطلع اسامة دياب قايل له بقى انا انت ناسي انا عملت فيك ايه؟ فامام قال له انت عامل ايه؟ انت عارف انت بتاع مين ومين اللي بيزقك والشغل اللي انتوا عارفينه ده؟
انا الحقيقه الحديث ما بين الاثنين او ده بيقول ايه وده بيرد عليه، اكيد انا برفض اي تجاوز وبرفض الاسلوب ده، ولكن كل واحد حر خلاص. هو لعيب مشي، لما انت تشوف له صوره بتشيرت النادي الزمالك انت كده هترتاح، يعني هو كده هيجيب بطوله لنادي الزمالك. يا عم انساه يا اخوانا، انسوه يا اخوانا، ركزوا مع لاعبكم. طب ركزوا مع النادي دلوقتي خلاص، امام مشي وكهربا مشي، الحياه اتغيرت، الدنيا خلاص اتبدلت، وامام خد دوري ابطال افريقيا بعد كام يوم من انتقاله النادي الاهلي. مفيش حاجه هترجع اللي حصل، اللي حصل حصل خلاص. يقول لك الفاس وقعت في الايه، الله يفتح عليك، وقعت في الراس. فاحنا عايزين ايه؟ وكل ليه وليه بقى انه خد دوري ابطال افريقيا، فاحنا بقى نعمل حمله على امام نفسه ونقعد بقى نفكره باللي فات واللي راح واللي جه، لدرجه زي ما جيت قلت لك بقى هو الصور قطعها وجه قال لك يا عم انا كمان مش زملكاوي، سيبوني في حالي. هل الكلام ده يبسطني؟ هو لا يبسطني ولا يزعلني، لاني انا اصلا مش مستني من امام حاجه، لان امام على ذمه النادي الاهلي. امام مش معانا يا جماعه، امام بقى علينا ده فعليا، يعني لانه بيلعب دلوقتي في النادي الاهلي اللي اصبح يعني هو النادي اللي الزمالك مفروض بيه نفسه. فانت مستني من امام ايه؟ ينزل لك شعار الزمالك ويحط قوس ورمح وفارس وفانله بيضاء بخطين حمر يشغلها؟ خلاص يا جماعه، حتى عيلته سحبهم من النادي، حتى نسايبه مشاهم. هو خلاص الراجل من كتر الضغط اللي اتعمل دوت بيقطع علاقته بكل الماضي، ولان الحاجات دي تقلل منك انت، انتوا عايزين حد تتشعبطوا فيه يقول لكم بحبكم؟ هو خلاص مشي، خلاص مشي مشي، انتهت العواطف الجياشه ديت وزومه على الاخ دوت وبتاع. مش مقصود بيها تصريحات زيزو والله، هي جت لوحدها يعني. يا جماعه العاطفة عند نادي الزمالك جياشة، عند بعض جماهير نادي الزمالك جياشة بطريقة غير طبيعية، عاطفة غير طبيعية بالمرة. سيبوه في حاله بقى والله، يسهل له مطرح ما هو راح وربنا يوفقه. والغلط علينا احنا اصلا، ماشينا لعيبة مؤثرة عندنا. ياسر ابراهيم، ما انت ليه بتتكلمش على ياسر ابراهيم؟ ما ياسر ابراهيم كان في الزمالك. ليه بتتكلمش على كهربا؟ خلاص بقى يعني جه امام شال شيل الكهربا، كان كهربا اللي بيتهاجم، دلوقتي خلاص نسيوا كهربا وماسكين في امام. طب تروح تتكلم على ياسر ابراهيم ولا بتتكلم على كهربا ولا بتتكلم على امام عاشور؟ ما كل المجموعة ديت عملت إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي، وكلهم رحلوا بنفس الطريقة، لأن إحنا ما بنعرفش نحافظ على أولادنا، إحنا اللي الغلط عندنا إحنا، وبنطلب منهم كمان الحب. حتى بعد الرحيل يفضلوا كده إيه، ينزلوا الشعار، يعني تخيل كده إن إمام يكسب دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي يقوم نازل شعار الزمالك. حاجة حزنة والله، والله حاجة حزنة. جمهور الزمالك عظيم، يا ريت العاطف ديت نفكنا منها، إحنا عايزين نرتقي بنادينا ونطلع بيه الخطوة لقدام. النادي في ناس ممشياه في اتجاهات غلط كتير جدا، ضحكوا علينا الناس. في ناس وزي ما جيت قلت لكم فاكرين النادي بتاعها، والنادي بايظ بالافكار ديت. ولازم احنا كمان خلاص ما نبقاش مش نبكي على حد. روحوا بصوا عصام الحضري اللي مشي من النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي عملت فيه، ما رجعش، ما عرفش يخشها تاني. روحوا بصوا على رمضان صبحي اللي بالمناسبه يعني توقف النهارده، سمعنا قرروا في جلسه استماع بعد 10 ايام. روحوا بصوا على اسامي كتير، احمد فتحي وحسام عاشور يعني هما مش عندهم الحته دي. حتى لو اديتهم كتير، امام عاشور ادى للزمالك قد ايه؟ امام عاشور قعد كام سنه في الزمالك؟ مش احسن من حسام عاشور ولا احسن من عصام الحضري اللي قعدوا سنين يجي 20 ولا 25 سنه، وفي الاخر برضه لما غلطوا غلطه واحده قالوا لهم باي باي. هل الجماهير بتعيط عليهم؟ مش في دماغهم، عاطفه زياده جدا وبترجع النادي لورا، وربنا يهدي. والواحد بجد والله العظيم زهق من الحاجات ديت، ولكن انا يكفيني جماهير الزمالك المحترمه اللي انا فاهمه هم فاهميني يا جماعه، لان كل الصوره مش كحل. خد بالك في ناس كتير جدا مستوعبه اللي انا بقوله، وفي ناس طبعا في اللالا لاند، فدول ربنا معاهم يعني. السلام عليكم.